أباء الجيل الحالي مهتمون بتطبيق أساليب التربية الحديثة التي ترفض الضربة والعقاب البدني للأطفال. أكيد طبعاً، لكن مشاهدينا، حتى العنف النفسي الذي لا يتضمن أي إيذاء بدني قد يكون أكثر إيلاماً للأسف وضرراً على الطفل. دراسة أجرتها المستشفى الجامعي في شارتيه برلين وجدت أن الإساءة النفسية لها عواقب قد تلازم الإنسان مدى الحياة، وهي مرتبطة باحتمالية الإصابة بالاكتئاب والقلق المزمن، كذلك التوحد. العنف النفسي ربما لا يشمل حتى الإساءة اللفظية للطفل، قد يكون تجاهل الطفل أو عدم إبداء اهتمام لمشاعره وأفكاره نوعاً بالفعل من أنواع العنف. الزميلة لميس إبراهيم الآن معها علامات على العنف النفسي تجاه الصغار. بحسب موقع هيلثي بليس، العنف الأسري ضد الأطفال هو نمط من الأفعال اللفظية أو السلوكية التي تنقل للطفل رسالة مفادها أنه لا قيمة له أو غير مرغوب فيه، وله أشكال مختلفة. أولاً، رفض الطفل والاستهزاء بأفكاره ومشاعره ورفض مساعدته، بالإضافة لإهانته وكثرة انتقاده أمام الآخرين. إرهاب الصغير وتهديده بالعنف الجسدي أو الهجر أو تخريب ألعابه إذا لم يمتثل للأوامر. تجاهل احتياجات الطفل العاطفية مثل تجنب تقبيله أو معانقته، وتجاهل الاتصال البصري معه ورفض التواصل اللفظي والاستماع إليه، وقد يصل الأمر إلى عدم مناداته باسمه. تعريض الطفل لأشكال من العنف الأسري مثل تكرار الشجارات الآباء وتبادل الإساءات والتطولات اللفظية أمامه. أخيراً، أعراض الإساءة النفسية للطفل متنوعة ومختلفة، وقد تشمل عدة أمور، من بينها الإساءة التعلم في المدرسة، الصعوبات في التعلم في المدرسة، اضطرابات الأكل وفقدان الوزن وتدني احترام الذات والسلوك المتمرد. وفي الأردن، سألنا مجموعة من الرجال وكبار السن عن الحدث الذي حصل في طفولتهم وأثر عليهم لدرجة لا يمكن أن ينسوه. نتابع. أنا في موقف بال 94 15/4/94 أنا كنت مشارك بماراثون القدرة والتحمل للخيول، وكان عندي خيالة، ويوم السبق واحد منهم هرب عن واحدة من الخيل، فركبت أنا هذا الفرس. بعد ما قطعنا بالماراثون قرب 30 كيلو، الفرس هذه صارت تذكر بنتها، لأني كنت فاطمة عنا جديد، فقامت شيشت وقفت على ايدي انا، بدال ما تنزل هيك نزلت علي انا ورمتها. فانا قعدت بالمستشفى يمكن 4 ايام، وكنت اعاني من غيبوبه لانه الخياله كانوا بعدهم عني تقريبا الساعه، فلما انه كان الاسعاف، يعني هذا موقف اثر بكثير لاني كنت في الصحراء. كان عمره 13 او 14، جاتني فجاه افكار اترك المدرسه. والدي رحمة الله عليه شديد، عرضت عليه هذه الفكرة، لكن كان قمع زيادة عن اللزوم ورفض هذه الفكرة. على أثرها اجتهدت، كملت دراستي، كملت البكالوريوس، وتدربت محاماة، كملت الماجستير، وحاليا أنا بوظيفة محترمة. والله الموقف اللي صار معي وأثر بي استشهاد أخو إلي اسمه علي، كان بلو 40 74، نعم استشهد وكان عمره 18 عام. مرة أدرس أنا في سحاب وحشات، ما كنا يعني عدم واخذ نلبس لبس أحذية زي هيك جديدة ونظيفة وكذا، مستعجل مشان ألحق المدرسة، ووصلت المدرسة ما في حذاء، بدون حذاء، ففي أستاذ الله يذكره بالخير شافني ويقول لي شو تساوي أنت هنا؟ قلت والله أنا جاي أدرس، ونقول أنت شكلك مو ما يصلح للدراسة، ما يصلح للدراسة. ليش؟ شو السبب؟ قال كيف جاي حافي؟ قلت أنا جاي حافي على المدرسة لأني أقدر المدرسة وأقدر التعليم، جيت حافي. ما كان في شوارع ولا في طرقات ولا كذا، وحشاك وقعت الحذوة، أكرر ثاني مرة ومشيت حافي. قال صح كلام مزبوط.
فيعني تركت قاعدة الحمد والشكر لله، وعلمت العيال وعلمت البنات، وما شاء الله صار عندنا ناس متعلمين من وراء هاي، من وراء هذا الموقف اللي أعطاني إياه الأستاذ قدام الطلاب. تنضم إلينا في الاستوديو الدكتورة ليلى عادل اختصاصية الطب النفسي. دكتورة أهلا بك. أهلا بك دكتورة. خلينا أسألك بأنه هل هي مبالغة أنه إحنا دائما أثر بأنه الطفل يجب أن لا نقص عليه بكلمة لأن هذه ستبقى معه لفترات طويلة، أليست مبالغة؟ لأنه يعني الجيل اللي قبلنا وجيلنا يقول لك يمكن إحنا انضربنا، إحنا عنفنا، ولكن لم نعاني من المشاكل اللي يدعونها أطباء علم النفس. ما ده المشكلة النمطية في التفكير، إن أنا اتربيت بشكل معين فلازم أربي ابني بشكل معين. لا ما أقصد أربي، أقصد أنه التعنيف النفسي. يعني هي بالعكس التعنيف النفسي، أنت لو حد قال لك كلمة سيئة، كلمة وحشة، تنمر أو في سخرية أو في مثلا نبذ أو في تقييد لحريتك، فأنت أكيد برضو الاستمرار في ده بتحس بيه بالألم النفسي. وهي بالعكس الدراسات أثبتت أن بيحصل تغيرات على تكوين المخ من التعرض الطفل خصوصا من سن سنتين لغاية 8 سنوات، تعرض للعنف النفسي والعنف العاطفي إلى تغيرات تكوينية في المخ، زي منطقة المادة الرمادية في المخ بتقل، وهي منطقة الوصلات العصبية. البري فرونتال كورتكس الفص الأمامي حجمه بيقل، لقوا أن في المنطقة الكورباس كالوزم اللي هي بتوصل الفص الشمال بالفص اليمين اللي هي مسؤولة عن المسجات الوصلات العصبية بين الفص الأيسر والفص الأيمن بتبقى بطيئة، حجمها بيقل. منطقة المشاعر الأمجدالة بتكبر وتورم، فالطفل بيبقى عنده يا إما اللي احنا بنسميها المراهقة المنعزلة الانسحابية، يا إما المراهقة المتمردة والعنف والغضب. القدرات العقلية بتبقى قليلة، الاي كيو بيقل، السوشيال انتليجنت بيقل. يعني واضح بأنه تأثيراتها مخيفة طبعا. طيب طب إحنا عارفين إيش العنف الجسدي؟ الضرب. وأنا على فكرة بس هيك أنا أذكر آخر مرة انضربت فيها يمكن من ماما، كان عمري 14 سنة، كبيرة مش طفلة صغيرة. هذا العنف الجسدي. العنف النفسي ما هو؟ يعني في عنف لفظي وفي حتى بدون ألفاظ ممكن يكون في عنف، خلينا نعرفه حتى نفهمه أكثر. العنف النفسي اللي هو تقييد، إن أنا أمسك الطفل وثبته بحركة معينة، اللي هو الإساءة بلي بالتوبيخ، إن أنا أنبذه ودايما أقول له ما أنت بتعمل كده أنت أكيد لأنك غبي وطبيعي متوقع منك كده. هذا لما يعني تعطيه صبغة معينة لدرجة أنه بيتبناها عن نفسه بالضبط. طيب بدون استخدام ألفاظ والاستمرار الإهمال. العنف العاطفي، الإهمال، إن هو مثلا يكون مميز أو قدراته في حاجة او جاب نمره حلوه اهمله وما اهتمش بيه، ما احاولش انمي قدراته، ان انا دايما اكون مديه طاقه سلبيه لاني عايزه اسيطر عليه اتحكم فيه. فدايما يبقى ده السيطره عندي انا بالتوبيخ، بالكلام، الاساءه النفسيه، ان انا اخليه يحس بان هو ما عندوش ثقه في نفسه. طيب اليوم كيف من الممكن ان نعالج هذا الشخص اللي خلينا نقول ما راح نقول الكبير في السن ولكن تعرض في صباه او في طفولته الى عنف؟ اليوم كيف نقدر احنا كمجتمع ايضا نساعده على تجاوز هذه المرحله ولا خلاص راحت؟ لا بالعكس، يعني حتى التغيرات اللي احنا قلناها على التغيرات في المخ، التغيرات التكوينيه، ان مثلا الماده الرماديه بتقل، ده ممكن بتزيد تاني، حجمها بيزيد تاني، يعني بالدراسه، بالاستخدام الذاكره، الميموري تريننج، ممكن تتصلح ان هو الانسان يتقبل ان انا كان بيحصل عندي مشاكل نفسيه زمان، دلوقتي انا هتخيل انها لو حصلت مش هيقدر حد يعمل لي اللي كان بيعملوه لي وانا صغير. حتى الاثار النفسيه 30 40 بالعكس، ان انا اخرج منها، ما اقعدش اعيش ان انا كتير في الدراما واقعد حبيس ليها. بالظبط، بالعكس اقول لنفسي ان انا دلوقتي ما حدش يقدر يعمل لي كده، انا لو دراعي كان مكسور من 3 شهور وخف دلوقتي هقعد زعلان انه كان مكسور ولا احمد ربنا انه خف؟ فانا اخرج منها، ما اقعدش نحلل فيها ونشوف ازاي اتعامل معاها. رغم انه يقال بانه عقد الطفوله من الصعب ان نتخلص منها لو سمحت لها انها تتحكم فيك. اوكي طيب بشكرك جزيل الشكر دكتوره ليلى عادل اختصاصيه الطب النفسي، كانت معنا في الاستوديو. شكرا. شكرا. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.